العملاء أصبحت مشهدا مألوفا. الترقب سيد الموقف، والمناصرون لم يخفوا مشاعر الإحباط. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تواجد الشرطة في المناطق المتاخمة لملعب ريفر نافس حضور الجماهير، هي حالة أقرب إلى توقع ما قد يحدث بسبب التأجيل من مناصرين متعة كرة القدم عندهم لا توقفها إلا صافرة الحكم. بعض من مناصري ريفر يحاولون التنفيس بالتشجيع القبلي بأهازيج لا تكتم، والغالبية منهم يضعون في رؤوسهم بل فوق كل اهتماماتهم سؤالا وحيدا: متى تلعب المباراة؟ الإجابة مؤجلة والمشاعر خارجة عن السيطرة، أخرجها البعض إلى الواقع. تصريحات تعدت محيط الرياضة. لم يستطيعوا تأمين مباراة ويريدون تأمين اجتماع مجموعة العشرين. كان على الرئيس ووزير الأمن أن يقدموا استقالتهم ويذهبوا، لقد أشعرون بالإهانة. في المدينة نفسها إذا انتقلت إلى حيث يتواجد مناصرو البوكا تحس وكأنك في بلد آخر، لا يعرفون من الألوان إلا الأصفر والأزرق. الصورة هنا بدت مقلوبة، يريدون من اللاعبين النزول إلى الميدان رغم أن الترقب أطال من حجم الإحباط. تبقى كرة القدم عندهم أكبر من الملعب، فالتشجيع قصة مجتمع والتأجيل أضحى قضية عائلية. كنت أتمنى أن يتم لعب هذه المباراة، إنه أمر محزن بالنسبة للأطفال أكثر من أي شيء آخر. لقد جئنا مع العائلة أكثر من مرة والمباراة لم تلعب. مناصر البوكا والريفر منحوا العالم صورة شديدة الوضوح عن جنون كرة القدم. في ذهاب نهائي القسم الشرقي